تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحمد الله تعالى على ما أكرمنا برمضان. حديثنا الليلة عن حصيلة صيام شهر رمضان. أولا، علينا أن نكثر من الحمد والشكر لله رب العالمين الذي وفقنا للصيام، صيام نهار رمضان وقيام لياليه، وأيضا وفقنا لتلاوة القرآن ولختمه، كما وفقنا للعطاء والبذل والإحسان. كل هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. الغريب أن شهر رمضان هذه السنة مر بسرعة مذهلة. فقط قبل أيام كنا نترقب رؤية هلال شهر رمضان، حتى سمعنا البلاغ الرسمي يقول بأنه قد ثبتت الرؤية بالعين المجردة. فرحنا وسعدنا وقلنا جميعا: اللهم أهل علينا رمضان بالخير واليمن والبركة والمغفرة والتواب، ربي وربك الله. ثم بدأنا نستمع إلى الأحاديث النبوية الشريفة التي تبشر بهذا الشهر الفضيل، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، لقد أكرمكم الله تعالى بهذا الشهر الفضيل، شهر الرحمة والمغفرة، وأنه إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردة الجن، ونادى مناد من قبل الله تعالى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. لقد كنا فرحين مسرورين بهذه البشارات الأولى. ثم لاحظنا تغير كبير في مجتمعاتنا. مجتمعنا ولله الحمد والمنة خلال هذا الشهر الفضيل قد لبس لباس التقوى ولباس الحياء ولباس الإيمان. انظروا إلى المساجد، مساجدنا ملأ عن آخرها. كم عدد المساجد ببلادنا؟ يربو عن 50,000 مسجد. هذه المساجد التي لها صومعة، مع العلم أن في رمضان تفتح أيضا محلات كبرى وتوضع خيام في الساحات العمومية، بل في بعض الملاعب، ملاعب القرب، تتحول في المساء إلى مساجد. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الشعب المغربي هو متدين بطبعه ومحافظ على صلاته. لقد رأينا المشفعين الشباب، ما شاء الله، يعني جيل جديد يصعد، جيل من نوع رفيع بدأ ينمو ويتكاثر في مجتمعنا. هذا الجيل هو، لا نقول جيل الصحوة ولا جيل القومة، هذا جيل رباني، هذا جيل فطري، هذا جيل ربنا سبحانه وتعالى أعده وأعطاهم القرآن في صدورهم وأجراه غدا طريا على ألسنتهم، وصاروا يؤمون عباد الله المؤمنين والمؤمنات في المساجد. المساجد ملأ بالمصلين ذكورا وإناثا، رجالا ونساء وأطفالا وشيبا، ولله الحمد. فهذه نعمة قل نظيرها. هناك مجتمعات أخرى عربية وإسلامية فيها هذه المظاهر، ولكن يبقى المغرب يعني متميزا، حتى إن العدد للمصلين هو بالملايين.
وبهذا نحكم على أن البلد هو بلد مسلم بامتياز. نلاحظ كذلك أيها الأحباب الكرام مظاهر جميلة خلال شهر رمضان، وهي مظهر المسابقات في القرآن الكريم ومجالس الذكر التي كانت تعقد بوفرة كبيرة. نلاحظ جميع تقريبا جميع الجهات، جميع بلاد المملكة الشريفة، الأقاليم، القرى، الكل ولله الحمد والمنة بدأوا يتنافسون في حفظ وتلاوة القرآن، وقامت جمعيات متخصصة في هذا المجال، جمعيات خاصة بتجويد وتحفيظ وترتيل كتاب الله تعالى للناشئة، للأطفال والكبار والصغار. ثم رأينا أهل الإحسان يخصصون جوائز مهمة، جوائز نقدية وعينية مهمة للفائزين والفائزات تشجيعا لهم على حفظ كتاب الله تعالى. فهذه الظواهر، ظواهر الصحوة العلمية والتربوية والثقافية، هي تثلج الصدر في بلادنا. ثم لاحظنا كذلك منافسة من نوع آخر، وهو المنافسة في البذل والعطاء. كان هناك التضامن والتكافل، فمغربنا يعرف بالتكافل والتضامن، بدءا من انطلاق الحملة التضامنية التي قادها صاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله ورعاه. بدأ بإعطاء الانطلاق لتوزيع قفة رمضان، وبدأت الجمعيات، جمعيات المجتمع المدني وأهل الإحسان والفضل، كل حسب قدرته يعطي للضعفاء والمساكين والمحتاجين. كل هذا ابتغاء وجه الله، لا سمعة ولا رياء. وقد لاحظنا الحمد لله هذا النوع من التضامن والتكافل كثير وكثير جدا في بلادنا. ثم لاحظنا كذلك أيها الأحباب الكرام نوع من التضامن الآخر، هو التضامن بالتبرع بالدم. أعداد كبيرة من أهل الفضل كانوا يلجؤون إلى مراكز تحقن الدم ويتبرعون بقطرات من دمهم الطاهر لإنقاذ الأرواح البشرية. هذا عملا بقول الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لاحظنا كذلك أيها الأحباب الكرام هناك بعض المعارض للكتب، لأن الكتاب هو أجمل شيء في رمضان، رغم الازدحام مع الكتاب الرقمي حول أن الآن صارت الوسائل التكنولوجية الحديثة تزاحم الكتب الورقية، ولكن في رمضان الكتب الورقية تزدهر أيضا، خصوصا مبيعات في كتاب الله تعالى. كان لاحظوا الكثير من المسلمين كل واحد منهم عنده صديقه الحميم المصحف الشريف، يريد أن يكون المصحف في يده. المصحف كلام الله تعالى يكون بيدك دوما وأبدا، دائما معك في كل وقت وحين. لماذا؟ لأن قراءة المصحف عبر الوسائل الرقمية جميل، لكن لا يرقى أبدا للقراءة بالورق. أنك تشعر بأن هذه الصفحة مباركة وتنعم بها. هذه المظاهر وغيرها كثير جدا تدل على أن الحمد لله المغرب هو بلد مسلم بامتياز، ويظهر ذلك في السلوك، ويظهر ذلك في المعاملات. لقد سجلت المصالح الأمنية، المصالح الأمنية كانت دائما تشتكي من بعض الظواهر ديال الجريمة أو ديال السرقة أو ديال العنف أو ديال الاعتداء أو حمل السلاح الأبيض، أو كل هذه الأمور خفت بكثير كثير كثير في رمضان، حتى أن الأرقام عند الأجهزة الأمنية يعني تبشر بالخير، أن الجريمة والخطيئة والعنف قليل أو نادر في بعض الأماكن، يعني غير موجود. وهذا كله من بركات رمضان، بركات رمضان الحمد لله كيجعل المجتمع ديالنا أنه ينعم بالرضا والطمأنينة والسكينة. وسبحان الله بعض الأحياء غلا فيها السكن، كاين بعض الأحياء كنا نتجول كل ليلة في منطقة من المناطق نصلي في بعض المساجد، والمساجد التي تكون في وسط الأحياء حتى أحياء شعبية لما يكون فيها إمام ومقرئ وبعض العلماء يعطون الدروس، وقد تكون هناك جمعية
أو كتاب قرآني ينظم عمل إشاعي ثقافي. تصور بأن ذا المسجد يصير كأنه شعلة، هناك مساجد صارت كأنها منابر للخير بشكل متميز لا يرقى حوله. وسبحان الله العظيم، البعض أحد الأشخاص أراد أن يقتني سكن عند قريب من أحد هذه المساجد، فإذا به يفاجأ بأن السومة الكرائية بدأت تصعد. لماذا؟ لأن الناس كلهم يرغبون أن يكونوا جيران المسجد، وهذه ظاهرة جميلة جدا ولله الحمد. فإنك تشتري البيت وبجواره مسجد، اللي هو منارة للعلم ومنارة للتربية، وهذا كله مما يسر. مرت بسرعة العشر الأوائل من رمضان، ثم مرت العشر الوسطى، ثم العشر الأواخر. وهذه الأيام قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن أولها رحمة، وأوسطها مغفرة، وآخرها عتق من النار. هكذا قسم ربنا سبحانه وتعالى هذه الأيام. العشر الأوائل هي رحمة، الله ينصر الرحمة على العباد ويشعرون بها في قلوبهم، يتراحمون فيما بينهم. تصور الله تعالى أعد 100 رحمة لعباده، 1% من هذه الرحمة أنزلها الله إلى الأرض وقسمها الله بين العباد ليتراحمون. حتى إنك ترى البهيمة إذا أردت أن ترضع رضيعها تحمل رجلها حتى لا تؤذيه، ورأينا كيف أن أصغر الحيوانات يرحمون صغارهم. هذه رحمة واحدة أنزلها الله تعالى، وادخر 99 رحمة لعباده في الجنة. أوله رحمة وأوسطه مغفرة. بعد أن يتجلى الله تعالى على عباده بالرحمة، يتجلى عليهم بالمغفرة. فالعشر التوالي من رمضان ربنا يطلع فيغفر لعباده المؤمنين، أصحاب السيئات وأصحاب الذنوب وأصحاب حتى الكبائر، الله تعالى يغفر، يوزع المغفرة للجميع. كل من أقبل عليه للصلاة أو أقبل عليه للصيام أو تلاوة القرآن يغفر له، كرم وجود من الله تعالى. أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الله تعالى في العشر الأواخر يصدر حكمه بالعفو الشامل لعباده المؤمنين، بالعفو من النار. ليس هناك نار لعباد الله المؤمنين، حاشا وكلا. يوم يساق العباد المؤمنون إلى الرحمن وفدا، يساقون إلى الرحمن وفدا، لا إله إلا الله. الله تعالى يكرمهم وينجيهم من عذاب النار، رغم أن كل إنسان سوف يمر على النار يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الصائمون والعابدون والذاكرون في رمضان الله تعالى يعطيهم هذا الامتياز، أنهم يوم القيامة لا يرون النار، وإذا مروا عليها مروا مرور البرق الخاطف. بل الله تعالى يجعل حجابا مستورا بين عباد الله المؤمن والنار، لأن الطريق إلى الجنة لابد أن تمر على النار، لابد حتى ولو كنت نبي أو رسول أو ولي تمر. فالمؤمنون يمرون عليها مرور البرق الخاطف، بل من الذين يكرمهم أنه يجعل بينهم وبينها حجابا، يجعل حجابا من النار. وأما بعض المؤمن خاطئين فقد يرونها ولكن لا يتألمون بها، يقال لهم كما قيل لإبراهيم الخليل عليه السلام: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فالعشر الأواخر من رمضان هي عتق من النار، يعني كل مؤمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكتب له براءة من النفاق، وكتب له نجاة من النار. هذا كرم، الله تعالى يتجلى على عباده بالكرم وبالعطاء وبالفضل. ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا في هذا الشهر الفضيل ونحن نصوم، نعمة كبيرة، لأن الصيام هو في حد ذاته شفاء من الأمراض والأسقام. لأن شر ما يعاني منه الإنسان في زماننا هو التخمة،
التخمة والوفرة. قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من وعاء بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبه، فإن كان ولابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا التوجيه النبوي الشريف في نظام الأغذية، أن الإنسان عليه ألا يبالغ في الطعام. وربنا عز وجل أهدى إلينا الآية التي تشمل قاعدة طبية رائعة لما قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فيعلمنا النظام الغذائي كيف نباعد بين الوجبات، كيف أننا نأكل ولا نشبع، ونقوم على الطعام ونحن ما نزال نشتهيه، وعلمنا كيف نشترك في الطعام. طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. أننا نتعلم كيف أن نأكل جماعة ونستفيد من هذا الخير حتى تعم البركة، لأن رمضان هو مدرسة تربوية للنظام الغذائي. كذلك لاحظنا في رمضان تعلمنا الكثير، تعلمنا أيضا أيها الأحباب الكرام الإخلاص في القول والعمل. أحيانا في الأيام العادية قد يغلبك إبليس أو تغلبك نفسك، وقد تقع في بعض الخطايا، ولكن في رمضان تشعر بأن الله معنا، تكون في بيتك بمفردك وتشعر بالعطش الشديد وتشعر بالجوع الشديد، وقد تشعر بالرغبة في زوجتك، ومع كل هذا لا تفعل أي شيء، تخشى الله تعالى رغم أن لا أحد يراك. فهذا يعلمنا الإخلاص، تقول بأن الله معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. فتعلمنا الدرس في الإخلاص والاستشعار مراقبة المولى سبحانه وتعالى، هذه نعمة عظيمة. كذلك في هذا الشهر الفضيل أيها الأحبة الكرام تعلمنا كيف نمسك أنفسنا. كان بعض الناس اللي هو غضوب، دائما يغضب ودائما يرفع صوته ودائما يرفض أن يتحاور مع الآخرين، لأنه يشعر بأن هرمون الغضب يتصاعد عنده. لكن مع رمضان وصلاة التراويح والعبادة والذكر تشعر بأنك أصبحت تتحكم في هذا الهرمون الذي يخلق فيك الغضب، عوض أن يصعد عندك هرمون الغضب يصعد عندك هرمون التراحم وهرمون السعادة، يعني تخرج أجود ما في نفسك. النفس البشرية هي بحال البئر، فيها الشر وفيها الخير، وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. لكن في رمضان نتعلم أننا نخرج من أنفسنا أطيب ما فيها وأجود ما فيها، ونقمع جانب الشر، لا نجعله يخرج أو يظهر. وهذه كلها نعم من نعم الله تعالى. سعدنا جدا لما مد الله لنا في العمر وصمنا رمضان، وسعدنا أكثر لما بلغنا العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر من رمضان في الحقيقة كانت شيء مذهل. العشر الأواخر من رمضان عشناها جميلة ورائعة ومباركة. هناك منافسة كبيرة جدا في العبادات، الناس يتنافسون في الخيرات عملا بقول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. رأينا حتى الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم وما زال القلم لم يجري عليهم يصومون، أطفال صغار في سن مبكرة يصومون. أحيي الكثير من المدارس التربوية، مدارس كثيرة في بلادنا سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، أساتذة كانوا يقومون بتدريب الأطفال على الصيام، أنهم يوم نموذجي، رغم أنك لازلت صغير سنتعاون على أن نعلمك كيف تصوم. ولاحظنا هذه الظاهرة جميلة جدا. ويوم الجمعة تقام صلاة الجمعة في المؤسسات التعليمية، القطاع العام والقطاع الخاص، ناس يقيمون الجمعة للأطفال الصغار ويعلمونهم كيف يحضرون إلى هذا الواجب، ويأتي أستاذ مبرز إما في التربية الإسلامية أو في اللغة العربية يقوم فيخطب فيهم ويوجه لهم إرشادات وتوجيهات ويتعلمون. يعني ما لا يقوم به الآباء. الآباء أحيانا يكونون عاجزين عن تلقين أبنائهم هذه الدروس والمعاني.
أو ربما أنهم منشغلين بلقمة العيش، ولكن المؤسسة التربوية، أنا عن نفسي زرت عدد كبير من هذه المدارس التربوية خلال شهر رمضان، وهالني ما رأيت من العناية والرعاية بالأطفال الصغار. وكان الحمد لله أصحاب الضمائر، كنا أحيانا نعيب على قطاع التعليم، ولكن يبدو أن قطاع التعليم باقي ولا يزال وسيبقى زاخر بالطاقات الواعدة، فيه رجال وفيه نساء عندهم كفاءات ومهارات، وفعلا عندهم ذكاء وعندهم حسن نية وعندهم رغبة في الإصلاح، ويستشعرون بالمهمة السامية المناطة بهم. يعني على حين غرة قد تدخل واحد مؤسسة تعليمية، قد تلقى واحد نشاط تربوي في رمضان جميل، يعلمونهم أداب الصيام وأخلاق الصائمين وقصص الأنبياء، ويزرعون في هؤلاء الأولاد والبنات هذه القيم. حتى لما كانت ليلة القدر لاحظنا حفل جميل وقيمة في المدارس، أنهم طلبوا من التلاميذ الصغار أن يأتوا بالزي التقليدي المغربي، بنيات صغار لابسين الجلباب، وليدات صغار أيضا لابسين الجلباب والطاقية، واحد المشهد جميل ورائع للغاية. ولكن الأروع من هذا هو ما قامت به الكثير من الجمعيات ديال المجتمع المدني. عن نفسي أعوذ بالله من ذلك، شاركت في العشرات من الجمعيات التربوية، والتنظيم صار هائل. أذكر في شبابنا لما كنا صغار كان هناك نشاط جمعوي، نشاط تربوي، وكنا نظن أنه وصل إلى القمة دور الشباب وجمعيات، ولكن ما رأيناه الآن أفضل مما كنا فيه بكثير. الحمد لله جمعيات المجتمع المدني كيف يعلمون الأطفال الصغار، أول ما يهلك هو اللباس الموحد المنتظم، لباس موحد ولباس منتظم، وكأنهم في تكنة عسكرية. دوك الأطفال الصغار كيخرجوا إلى الجمهور اللي كان يحضر في هذه الجمعية أو في نشاط ثقافي إشعاعي بواحد نظام وانتظام، هذا يجود القرآن وهذا يرتد كلام الله، وهؤلاء ينشدون ويترنمون بأجمل وأعذب الألحان، وهؤلاء يقدمون عرضا مسرحيا بلغات مختلفات، عربي فرنسي على إنجليزي على أمازيغي، وفيه رسائل. ويبدو لك بأن أطفالنا صاروا أذكى بكثير مما كنا نظن، وهذا بفضل جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بالتربية والتوجيه. هؤلاء يستثمرون في بناء البشر، وهو خير كثير من الاستثمار في الحجر. ولعل ما يفوق هذا هو الجمعيات المكلفة بالتكافل الاجتماعي، من غير التربية والتلقين أيضا التكافل. جمعيات كثيرة قامت بإعداد موائد الإفطار للصائمين بالعشرات، منهم من أعد قفف رمضان للأسر المعوزة، منهم من قدموا نقدا للمساعدة، منهم أيضا من الآن في فرحة العيد هناك بعض الجمعيات أيضا يعدون ملابس إما للأيتام أو للأسر الفقيرة لاستقبال فرحة العيد. بل هناك بعض المخابز يعني يتلقون واحد الطلبيات من طرف بعض أهل الإحسان، كيقول لي غتصوب الحلويات وغتصوب كذا، واللي جا عندك باللي شتي ماشي ما عنده شيء أعطيه البلاطو ديال الحلوى، أعطيه كذا يا عطاء، خذ هذا بحال عابر السبيل. واحد الفضل الكبير. كل هذه المظاهر تبشر بالخير، تبشر أن الحمد لله بلادنا هي بلاد مسلمة بامتياز ومتخلقة بدرجة عالية. ولعل الأوج ديال هذا النشاط تمثل في ليلة القدر المباركة، ليلة 27، بالحفل الديني الكبير الذي ترأسه أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. عن نفسي حضرت لدى الحفل منذ أوله، منذ الإعداد، منذ استقبال الوفود في الدار البيضاء حول المعرض الدولي. جاءت الوفود من كل جهات الدار البيضاء بالآلاف، رجالا ونساء، جمعيات تربوية وجمعيات على اختلاف طبية، وناس المرضى بالسرطان، والناس اللي هم عندهم كرة القدم، والناس اللي عندهم الفنون، والناس اللي عندهم المسرح، والناس اللي عندهم الفقه، والناس اللي أصحاب الدعوة والتبليغ، يعني جميع الأطياف، بالإضافة إلى الأحزاب والنقابات وغير، كل ممثلي المغرب بالآلاف. وتمت وجبة إفطار رائعة،
يعني تشهد مئات الموائد على مد البصر، كتحاول تمد البصر ديالك بصرك ينقضي ومازال الموائد مستمرة، وهي ممتلئة بالأطعمة والأشربة والخيرات، حتى الناس أكلوا ولم يستكملوا كل المائدة، لم يستكملوا نصفها، أنا شاهد على ما أقول وكنت حاضرا، أكثر من نصفها بقي جاهزا وهو لذيذ وممتع لكنه كثير بالوفرة. وكانت واحد الفرحة عظيمة قبل أذان المغرب. ثم لما أذن المغرب، تعلمون جميعا بعد صلاة العشاء ستقام تلك المراسيم وقد تم نقلها عبر وسائل الإعلام، ولاحظنا ما يسر القلب، حضرة أمير المؤمنين مع شعبه الوفي في العبادة والطاعة، كلهم يتدللون للواحد الديان، الملك والشعب ومن حولهم يتدللون للواحد الديان لله رب العالمين. ورأينا المشفعين والقراء، ورأينا الجوائز تهدى لأصحاب المؤهلات، ورأينا جوا من الخشوع وجوا من الفرحة والسرور. وقس على ذلك كل مساجد المملكة، يعني من يتابعها سيلاحظ بأن ليلة القدر المباركة كانت فعلا ليلة عظيمة، شعر فيها الناس بأريحية ورغبة أكبر في العبادة والطاعة، وامتلأت المساجد وتعبت حناجر الفقهاء والمقرئين بتلاوة القرآن العظيم، يترنمون بالآيات البينات، والحمد لله خير كبير. المجتمع المغربي وكأنه كاد أن يصافح الملائكة، حتى إن الملائكة كما أخبر المولى عز وجل نزلت فيها هذه الليلة المباركة، تتنزل فيها الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر، يتنزل الروح وجبريل عليه السلام والملائكة، في كبكبة من الملائكة ملايين بل ملايير الملائكة ينزلون إلى الكوكب الأرضي، يسلمون على كل من كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو ذاكرا لله تعالى. تصور أن بلادنا يعني حجت إليها الملائكة، الملائكة النورانيون الأطهار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يذكرون الله بالليل والنهار لا يفترون. هؤلاء الملائكة يذكرون الله منذ الخليقة، بدء الخليقة إلى قيام الساعة لا يفترون، ومع ذلك يقولون يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لا نشرك بك شيئا. خير كثير الحمد لله مر في هذه الأيام. ثم الآن هذه اليومين المتبقيين ماذا لاحظنا فيها؟ لاحظنا الحمد لله حركة دؤوبة لاقتناء الألبسة ديال العيد السعيد، هناك حركة دؤوبة لرواج اقتصادي في الملابس التقليدية، الناس كيلبسوا كيعتزوا بمغربيتهم كيعتزوا بإسلامهم ويحافظون عليها. ثم هناك مبيعات في الحلويات والمأكولات والمرطبات استعدادا لفرحة العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه، مظاهر البهجة والفرحة والسرور، يعني الحمد لله فوق العادة، نعمة كبيرة. ثم الآن قبل أن أحدثكم بقليل أيها الأحباب الكرام، كنا مع بعض الأحباب في عمل توزيع المساعدات لزكاة الفطر وغيرها. زكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي أيضا توسعة على الفقراء والمساكين، فأهل الخير يوزعون زكاة الفطر اللي هي القيمة ديالها صاع نبوي من غالب قوت أهل البلد، إما قمحا وإما شعيرا وإما رزا حسب القوت. ولو أن العلماء ديالنا أفتوا أيضا بجواز إخراجها نقدا، والقيمة المالية كما حددها المجلس العلمي ببلادنا هي 20 درهما، ولكن أضاف واحد الفائدة مهمة، قال من أراد أن يزيد فوق 20 فله ذلك، لقول الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. ولقينا الناس الحمد لله كيوزعوا الخير ليس فقط ب20 درهم، بمئات الدراهم، وهذا فضل من الله ونعمة. كل هذا يحيلنا أيها الأحبة الكرام على أننا في بلادنا نعتز بإسلامنا ونعتز بقيمنا ونعتز بإمارة المؤمنين في هذا البلد الأمين، تحمي هذا الكيان. ولهذا نهيب
بالجمعيات والأحزاب والنقابات أنهم أي إصلاح أرادوا أن يقيموه في هذا البلد أوصيهم وصية أخوية طيبة أنهم لابد أن يحرصوا للعناية على المرجعية الفكرية والإيمانية لهذا البلد. هي مرجعية إسلامية مبنية على الوسطية، مبنية على الاعتدال، هي ربانية لا شرقية لا غربية، هي ربانية، هي فطرية، هي تنتصر للقيم الكونية الخالدة، قيم المحبة، قيم السلام، قيم التضامن، قيم التعاون، وأيضا قيم التدافع. قيم التدافع، يعني ما عكر صفونا خلال شهر رمضان هو ما كنا نتابع عبر وسائل الإعلام ما يقع لإخواننا في فلسطين وفي غزة. هذا الذي عكر علينا الأحوال وجعلنا نشعر بالبؤس ونشعر بالأسى ونشعر بالحزن ونشعر بالعجز، ولا نملك إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرة كنت أقتني بعض البضائع عند أحد التجار فسألني، قال لي يا سيدي ما قولك فيما يقع؟ ما نفعل؟ ما مسؤوليتنا؟ قلت له يا أخي الفاضل، الحروب أيام زمان كانت بالسيوف وبالنبال، وكان الرجل أو المرأة إذا قال ومعتصمات فإن الناس يأتون كلهم يهبون للمدافعة. أما اليوم الحروب صارت تكنولوجيا وصارت جرثومية وصارت خطيرة جدا، يكفي أن جندي يقع بأصبعه على الزر فينشر دمارا وخرابا على الجميع. فالناس ليس عاجزين وإنما يقدرون تفادي الأسوأ. الأسوأ قد وقع ولكن قد يقع ما هو أسوأ منه، فالناس ليس غافلين على ما يقع في إخوة فلسطين، ولكن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله مخافة أن يقع الأسوأ، لأن هناك دمار وخراب أكبر. حتى تنبأ بعض المحللين السياسيين والمكلفين بالمستقبليات أنه إذا وقع اصطدام بين هذه القوى راه ممكن يهدد الكوكب الأرضي، وهذا الناس جعلهم يتراجعون ويلتمسون من الله التدخل بملائكته. وقد تحدثنا خلال شهر رمضان عن غزوة بدر الكبرى التي خلدها ربنا عز وجل في كتابه العزيز في كل رمضان. لماذا؟ حتى نشعر نحن أبناء الأمة الإسلامية بأننا فينا من القوة، فينا من الشجاعة ما يدفعنا لحماية بيضة الإسلام والدفاع عن حدوده، ولا نضعف ولا نستكين أبدا. ونسأل الله تعالى أن يحقن الدماء في منطقة الشرق الأوسط وأن يوفق أئمة المسلمين في البلاد الإسلامية والعالم الإسلامي لاتخاذ موقف قوي وجريء لما يقع في إخواننا في فلسطين. ونسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يرحم شهداءنا وأن يسكنهم فسيح الجنات، ونحن نوقن بأنهم أحياء. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله تعالى أن يرحم كل شهدائنا وأن يجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا وأن يؤيدهم بنصره وعزه، ونسأل الله تعالى أن يحقن الدماء، ونسأل الله تعالى أن يعم السلم والسلام والأمن في ربوع المنطقة، ونسأل الله تعالى أن يعيد أمتنا الإسلامية إلى سابق عزها وسلف مجدها، وهو القائل جل علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن، ويتقبل منا ما قمنا به الجزء اليسير من البذل والعطاء والإحسان، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم لا رياء ولا سمعة. ونسأله تعالى أن يبارك في الأزواج والزوجات والأولاد والبنات، وأن يحفظنا من كل سوء، وأن ينزل علينا أمطار الخير، وأن يعطينا من بركات السماء ويخرج لنا من خيرات الأرض، وأن يكثر خيراتنا، وأن يرخص أسعارنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدئ أوطاننا، وأن ينصر سلطاننا، وأن يبارك لنا في كل ما أعطانا، ويختم لنا بالحسنى،
بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك، سعداء دوما بالتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-006 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 53 أو أقول 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات، نبدأها من إقليم بن جرير. معنا السي عبد الإله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيداير عمي قريب؟ لاباس عليك. حياك الله السي عبد الإله. كيداير الصحة؟ كيداير الوليدات؟ بارك الله فيك مولاي، الله يطول عمرك سيدي. وعواش مبروكة، وتحية لخويا سامي اللي في الإخراج. يا مرحبا، اهلا وسهلا. وكنحيي هذه الاذاعه المحبوبه، هذه الاذاعه اللي حبوها المغاربه من طيبتها ومن طيبه حسن استقبالها للمستمعين والمستمعات، فهي ملك لمستمعيها. الاذاعه الذي شرفها الله وقدرها الله بصاحبها سيدي احمد الشرعي، نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ له زوجته وولده. الله يصلح. اللهم امين يا رب. ويصلحوا، احنا ما عرفناش، ولكن ما سمعنا عليه رجل مخير، رجل فاضل، رجل كريم، وخير دليل هو هذا، افتح هذا المنبر في قلوب في وجه المغاربه. الله يفتح لي ابواب الجنه الثمانيه يدخلهم من حيث شاء. وكنبغي نحيي هاد العمال اللي في هذه الاذاعه على طيبتهم وعلى اخلاقهم وعلى الابتسامه ديالهم، وملي كتصل بهم كانك كتصل بالاخوان ديالك. وكنبغي نحييك انت عمي، الله يشد لك الصحيحه ديالك على هذا الخير اللي كتقدم لنا، وهذا العلم اللي علمك به الله تعالى وكتجود علينا به. نسأل الله تعالى أن يوفقك، نسأل الله تعالى أن يحفظ لك السمع ويحفظ لك الله تعالى البصر. وإحنا كنعرفوا شوية كتجري هنا وكتجري هنا وكتجري هنا وكتدير الخاطر في كل جهة. الله يتقبل منك عمي، والله يجعل العمل خالص لله. وخير ما قلتي على شهر رمضان، شهر رمضان هذه السنة يا عمي داز بسرعة كالبرق، ما شاء الله، بسرعة البرق. والحمد لله كثر فيه العباد من الاجتهادات، وشفنا المحسنين يتنافسون في الخيرات وفي العطاء وفي الصدقة على الفقراء والمحتاجون وعلى المساكين وعلى الضعفاء. فربنا عز وجل ينظر ماذا يقدم العبد، ناظر كيف تصنعون. الرحمة بين العباد فهي رحمة منزلة واحدة أنزلها الله سبحانه وتعالى من السماء، فرحم بها الجميع. والحمد لله الذي وفقنا إلى رمضان ووفقنا إلى العشر الأواخر من رمضان، والحمد لله الذي وفقنا لليلة القدر. رأينا المساجد ممتلئة، رأينا الناس بالإكرام والطعام والشراب، الحمد لله. هذا من شيم المغاربة وهذا من فضل المغاربة، الحمد لله. المغاربة شعب ديال الكرم وشعب ديال الجود. وكنبغي نحيي كل من السادة المحسنين والمحسنات اللي يبدلوا في الخير. والحمد لله عمر المساجد، شنا القراءة ديال القرآن، والحمد لله عشنا واحد الأجواء اللي هي احتفالية ديال بالقرآن الكريم. نسأل الله العظيم أن يتقبل منا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يتقبل منا يا ربي يا كريم، ويتقبل منا. وإحنا على أبواب العيد الفطر إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى هذا الشهر، هذا العيد المبارك السعيد يدخل على مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة بالصحة وبالهنا، وإن شاء الله تعالى بطولة عمره إن شاء الله حتى يشوف الشهر وكيف ما بغى هو يا ربي يا كريم. حبيب ملك، حبيب، حبيب المساكين، حبيب الفقراء، متواضع. وشفنا كيفاش حيا ليلة القدر عن أبيه وجد عن أبيه على أبيه ولا جده كيحيي السنة، وهو الحمد لله، الحمد لله خير دخر. ونحسد على هذا، نحسد على هذا الملك، والله لا نحسد عليه، رغم الأسعار ورغم، والحمد لله كيبدل، الحمد لله كل شيء غادي كيستفاد، والأمور غادي كتسوى إن شاء الله. المغرب الغد إن شاء الله سيكون أفضل، المغرب ديال الغد إن شاء الله غادي يكون أفضل. وشي كلمة نقولهم في حق الإذاعة عمي، ونختم بواحد الدعاء قصير، وحتى بعد الاخوان اللي اتصلوا وقالوا اذاعه ميد راديو، اذاعه ميد راديو الحمد لله اذاعه محبوبه، واذاعه ما عمرها سدت الباب في وجه شي واحد. انت تسال والاسلام يجاوبك. سيدي الطيب قريبان راه معنا الحمد لله، الله يجازي علينا خير الجزاء،
بارك الله فيك. واحد السيده راه سولتني واحد السؤال، قالت لي مسكينه ما صامتش هذا الشهر ديال رمضان عندها السكر. نعم. بالنسبه لهذا العام الخروج ديالها وعمي طيب وخ. الله يجازيك بخير. والحمد لله كنبغي نشكر نحيي واحد جمعيه احسان على واحد حضرت معاهم نيت انا لواحد المهمه قاموا بها ديال توزيع القفص، وغدا ان شاء الله الله يجازيهم بالخير والله يتقبل منهم، راه غادي يفرقوا الملابس على الايتام وعلى المحتاجين وعلى الفقراء. واحد الجمعيه الحمد لله، الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منهم. نسال الله العظيم رب العرش العظيم يجعل لهم هادشي في ميزان حسن. ومن ضمنهم انا قلبوا عليا وجاو عندي حتى البيت ديالي وكيفرحوا هاد الوليدات اليتامى، الله يفرح وليداتهم، الله يفرحهم والله يعاونهم على الجهد اللي كيقوموا به. نقولوا الكلمات في حق ميد راديو ان شاء الله. بارك الله فيك. إذاعة ميد راديو يا الحباب عمرها ما سدت الباب، إذاعة محبوبة نسمعوها شحال من دولة، بالتالي ما مفتوح برامجها في المستوى، برامجها في المستوى نسمعوها عبر الهوى، مع رضوان الرمداني هو نسمعو في داري، إذاعة الحباب عمرها ما سدت الباب. هذا الكلام قصير عمي سامحني شي شويه، نختم بواحد الدعاء قصير ان شاء الله. وحق الاذاعه راه بارك الله فيك، راه عزيزه عزيزه وغاليه وكبيره بزاف، وواحد المجموعه ديال الناس كيسلموا عليك. الله يجازيك بالخير عمي الطيب، السي عبد الملك من ايطاليا، والحاجه ملكه من فرنسا، والحاج السي الطيب حتى هو كيسلم عليك. الله يرحم الوالده ويشافي ليه الاب ديالو السي محمد بن الحاج، والسي سعيد قبال، ولا السي يوسف، السي يوسف الناصيري، كلهم كيسلموا عليك ويقول لك واحد الدعوه عمي الطيب. الله يجزاك الله خير. خير. الله يرحم والدين والاخوان علي التذكير، حتى ما نشوشوش على بعض الاخوان، قال لك الله يجازيكم بخير، هذا الفضل ليس امرا، اللي بغى الله يجازيكم في الخير في هذا العواشر يدخلوا عندنا القناه ديالنا اللي هي شجره امال للمكفوفين، ويديروا يحركوا معنا داك سميتو ويتعاونوا. راه الحمد لله الحاج الشريفه بشرى من فرنسا راه تفضلات بواحد البركه اللي استفادت فيها اكثر من 37 واحد. الحمد لله. والحمد لله سي جواد راه قايم بالمهمه، والحمد لله فرحوا واحد المجموعه ديال الناس في الجبال. الله يبارك. اللي كتشدوا ديك 500 درهم مسكين ديك الدريه وكتفرح، ولا داك السيد وكيفرح، وجواد فرحان كيقول لك، كيقول لك انا راني فرحان ملي كنوصل وقام بمهمه اليوم. عاد كنوزع كل واحد فينا صيفط ليه البركه ديالو، نسال الله الشريف هذه الله يتقبل منها. الله يتقبل. اللهم امين. والحمد لله حنا فين فتحنا هذه القناه وهنا فين تاسست، الله يجازيكم علينا خير الجزاء والله يرحم لكم الوالدين، عرفتونا الحمد لله وكنتوا وسيلة وصل بين المحسنين والناس الضعفاء. الله يقويكم، الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير. وحتى اللي بغى يدخل يتعرف على عبد ربي يدير قناة شجرة أمال للمكفوفين معاناة عبد الإله من بكرير، غادي يلقى واحد جوج ديال الوليدات اللي هما أيتم، اللي هو السي يوسف اللي في عمره 11 سنة، ويلقى محمد شاب تبارك الله راه كيقرا دابا في الابتدائي في التحضيري. والحمد لله رغم الكرا ورغم داكشي، ولكن الحمد لله ما نشكيوش، نشكيو الله سبحانه وتعالى، الله يتقبل منا ويرحم الوالدين. نختم بالدعاء عمي الطيب، وكنحيي خويا جواد الله يشافيه ويعافيه، الله يشافيه ويعافيه، الله يقويه، ولا السي فؤاد ولا السي هشام، وجميعا تحيه الإخوان المكفوفين كاملين اللي هما كتلقاهم في المواساة، لقيتهم في المود ديال الزوجه ديال عمي الطيب، والله الا لقيتهم خوت والتليفون ما كيسكتش، ولقيتهم زعما سند وكيشدوا بعضهم بعضا فيهم الحمد لله، كيتجمعوا على القران، قلوبهم طيبه وخا غمال. بحال خديجه مسكينه من الرحامنا عندها اعاقات متركبه، ما كتنوضش وما كتشوفش، وملي كتلقاها تبارك الله كتجتهد في القران وكتحفظ، راه دابا تبارك الله ان شاء الله والله الا منهم كنتعلموا، والله الا منهم كنتعلموا ما شاء الله. نختم بالدعاء حتى لا نطيل على المستمعين والمستمعات. الحمد لله الذي بلغنا رمضان، الحمد لله الذي انعم علينا بالقران، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله المالك الديان، اللهم شاف عبادك المرضى، اللهم شاف منا كل معيون وكل ممسوس وكل مسحور، اللهم من كان منا فقيرا فأغنيه، ومن كان منا مبتلا فشافيه، ومن كان منا يريد الأولاد فارزقه الذكور والإناث، اللهم شاف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، يا رب. من عرشه في السماوات وحكمه في الأرض، يا من يبسط يداه بالليل ليتوب مسيء النهار، ومن يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، سبحانك من إله جل وعلا
وعدوا باسمه في الأفواه وحلا سبحان من قام له القائمون وقام له الصائمون سبحانه وباكت من خشيته العيون سبحان من يقول للشيء كن فيكون اللهم ارحمنا جميعا اللهم أهل هذه الإذاعة احفظهم خاصة وسائر المستمعين عامة اللهم بارك لهم في أزواجهم وذرياتهم مذيعين ومخرجين وصاحب الإذاعة اللهم شافيه من كل داء اللهم احفظه في أولاده اللهم احفظ له زوجته وأولاده وسم الطيب قريبان على القلب الطيب اللهم احفظ محمد وجنات ورضا ومريا واحفظ لك زوجتك اللهم ارحم والدك ارحمهم تحت الأرض واجعلهم من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا إلهنا ترانا ترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا صدق الله العظيم اللهم بارك الله فيك منهم لكم فرح الآخرة الطيب ونخلي فرصة للمستمعين المستمعين شكرا سي عبد الإله شكرا حياك الله حياك الله سي عبد الإله حياك الله احنا كنستافدوا منك الرجل طيب رجل مكفوف وفقير وعنده ولادة معاقين ومات ليه الزوجة ومع كل هذا يعني عنده متاعب في الحياة كثيرة ورغم كل هذا حينما تتكلم مع السي عبد الإله كتلقاه مقبل على الحياة كتلقاه راض بما قسم الله تعالى كتلقاه دائما يجتهد في عمل البر كتلقاه دائما لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله هذا هو المؤمن المؤمن الحقيقي ثمرة ديال العبادة ثمرة ديال تلاوة القرآن والصيام والقيام والصدقة ما هي الثمرة ديالها هي أنك تكون قريبا من الله وإذا أعطاك الله نعيما تكون من الشاكرين لسانك لا يفطر من الشكر وإذا ما ابتلاك الله تعالى ببلاء تكون من الصابرين المخبتين لله أما إذا كنت مذنبا فإنك تكون من المستغفرين التوابين هذا هو المؤمن المؤمن دائما على حالة ثلاث إذا أعطاه المولى شكر وإذا ابتلاه المولى صبر وإذا أذنب وأساء استغفر شكرا لك أخي عبد الإله وجوابا على السؤال الفقهي اللي طرحته الأخت المريضة بالسكري وكانت لا تصوم رمضان هذا المرض يقول العلماء أنه مرض مزمن لا يرجى برؤه وهذا كلام ربما بين قوسين لأن ليس هناك مرض مزمن لا يرجى برؤه نحن نعلم بأن المراكز الطبية هي في بحث متواصل ومجهود مضني لاكتشاف الدواء هذا الدواء ديال السكري لك اليوم كيبان صعيب راه غدا او بعد غد قد يتم اكتشاف دواء يكون فعال ولكن في انتظار ذلك ماذا نقول السي عبد الإله هو ان اللي كان مريض بداء السكري او غيره وافطر في رمضان عليه القضاء اذا انتهى رمضان وشوفي وعوفي واستطاع ان يصوم فعليه القضاء أما إذا كان يتعذر عليه القضاء فيكون عليه الفدية والفدية هي إطعام المسكين وجبة إطعام في كل يوم تعطيها للمسكين إذا أردت أن تخرجها نقدا حددها العلماء بعشرة أو عشرين درهما في اليوم عشرين درهم في اليوم إذا جمعناها في الشهر غطينا 600 درهم 12000 ريال يعني كل نهار غيخلص 400 ريال وفي الشهر كلها غتعود 12000 ريال 20 درهم في اليوم مجموعها 600 درهم في اليوم اما يعطيها نقدا واما يعطيها مواد غذائيه كيقصد المحل التجاري ديال البيع المواد الغذائيه ويشتري ما شاء الله من المواد التي يحتاج إلى الإنسان كالدقيق والزيت والسكر والشاي والقهوة وبعض القطاني وطماطم وغيرها يشتريها ما يسمى الآن بقفة رمضان ويعطيها للفقراء هذاك المبلغ كله يقسمه إما قفتين وإما ثلاث قفف أو أربعة حسب القدرة دياله ويعطيها لهؤلاء الناس ينتفعون بها أو يدير الإطعام كاين بعض العائلات المغربية كيدو الإطعام
يعني القصعه ديال الكسكسو كتهز 10 ديال الناس، انت غدير 3 ديال الكصاعي، اما ديرها دفعه واحده تجمع العائله وتجمع الاحباب ودير واحد 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 الوليمه، انت قول لهم وليمه وانت في نيتك راها ديرها، ولكن يدعى لها الفقراء، يدعى لها المحتاجين، يجوا عندك البيت ياكلوا ديك البركه قصعه ديال الكسكسو واحده او ثلاثه، اما تقسمها كل جمعه دير وحده، واما تجمع في مره واحده ثلاثه القصاعي وتجمع الناس، هذا طعام الله اللي بغى ياكل مرحبا، وياكلوا وتسقيهم وتكرمهم وكيدعيوا بالرحمه وبالمغفره. هذه طريقه هي جميله كيستعملوها بعض العائلات، كيدير ليله كبيره ويجمع فيها على الاقل ثلاثه القصاعي على الاقل، او يقسمها كل مره قصعه قصعه، وهكذا غتكون الكفاره او الفديه ديال رمضان. أسأل الله تعالى أن يشافينا أجمعين ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، إنه سميع قريب مجيب. نتحول أيها الأحباب الكرام من بن قرير، غنمشيو لإقليم تاونات مع أختنا بسمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدير عمي الحاج لاباس عليك؟ الحمد لله بنتي بارك الله فيك. جزاك الله خيرا عمي الحاج على هذا البرنامج، وعيد مبارك سعيد مسبقا. الله يدخل عليك بالرحمه والمغفره والتوبه بنتي، شكرا لك. امين امين عمي الحاج بارك الله فيك. واحد السؤال بعدا الله يجازيك بخير صد. واحد السيده كانت كبيره في السن شويه وما كتمشيش للمسجد وكيبقى فيها الحال، لان الظروف وعلى حساب بعيد بزاف، وكتقول لك انا ما ديزاليش التراويح في الدار. ما يجازيك بخير ممكن تجاوبها على هذا السؤال؟ اييه لالا. وكنشكرك عمي الحاج على هذا البرنامج وجزاك الله خيرا. وانا يعني انت راك عارف انا مع الاخ جواد. اييه لالا بسمه، لالا بسمه فاقده للبصر، عرفتك بنتي وظروفك العائليه يعني قاهره للغايه، وكتحتاج المساعده وربي يفتح لك باب الرزق ان شاء الله. امين امين عمي الحاج، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. اييه بنتي كنذكر بان عندك في القناه تاع جواد عندك بنتي الفيديو ديالك ياك؟ اييه عندي في الفيديو ديالي معاناه بسمه رقموها، معاناه بسمه رقموها. والله يجازيك بخير عمي الحاج، ونتمنى اللي كيسمعني وبغى يساعدني يدخل فجرات الامل للمكفوفين. وكنشكر الاخ جواد الله يجازيه بخير، حتى هو الله يشافيه، نتمنى الشفاء يا رب، ويدخل لهذا القناه الامل للمكفوفين ويكتب معاناه بسمه رقموها. الله يجازيك بخير عمي الحاج، وكنشكرك بزاف عمي الحاج، ونتمنى نسالك الدعاء عمي الحاج للوالدين العيانين بزاف الله يجازيك بخير. واخا بنتي بارك الله فيك، الله يشافيك. الله يجزيك بخير، اللهم امين عمي الحاج، والشفاء لجميع مرضى الاسلام كاملين يا رب. شكرا لك بنتي، شكرا لك بنتي بسمة، الله يطول عمرك، والله يشافيك ويعافيك. وجوابا على هذا السؤال، هذه السيده هي كبيره السن وبغات تصلي التراويح في المسجد. اولا بنتي التراويح هي تسمى التراويح هي للاستراحه، نرتاح بها. هي شيء سنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، شكرا على أن وفقنا لصيام رمضان وجعلنا من أهل الإيمان. فسيدنا النبي هو سنها، لأن الله تعالى أمرنا بالقيام وأثنى على القائمين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل عليه الوحي أمر بالقيام، هو مأمور بالقيام. لما نزل قول الله تعالى يا أيها المدثر قم قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، فكان في النهار يقوم للدعوة لا يرقد. لما أراد أن ينام ويفترش الغطاء قال يا أيها المدثر بالدثار، يا أيها المدثر قم فأنذر، فصار صلى الله عليه وسلم في النهار يقوم للتبليغ ونشر الدين وتفقيه الناس في أحكام الشريعة، ويبلغ القرآن ويوضح السنة ويجاهد في الله حق جهاده، وبقي قائما بهذه الأمور حتى قبض، ولم يرتاح النبي الكريم في نهاره حتى الليل الذي كان يريد أن يرتاح نزل عليه الوحي الإلهي وقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مطالبا
بقيام الليل مطالبا أن يقوم ثلث الليل أو أقله أو أكثر منه، ومطالبا بأن يتلو القرآن بالليل، فكان لا يرقد إلا قليلا، إنه نبي. ولهذا سن لنا نحن المؤمنين أننا نتأسى به في قيام الليل. فلما صلى أول اليوم خرج بعض الناس فصلوا معه قيام الليل، ثم مرة الثانية والثالثة، فلما كثر الناس لم يخرج عليهم. في الأول سيدنا النبي شجعنا وقال لنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في حديث قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وفي حديث آخر قال من قام النهار صيام والليل قيام، ثم قال من قام مع إمامه أنه يصلي مع الإمام، الإمام يكون مشفع. لكن النبي الكريم صلى التراويح 3 أيام فقط ثم امتنع عن ذلك. فلما قال للصحابة يا رسول الله لماذا لم تصلي بنا، قال مخافة أن تفرض عليكم، خشي علينا رحمة بنا. عارف نحن الأمة الإسلامية ناس فينا الضعفاء الكثير، أركن فينا الصلوات الخمس يهملها، فما ظنك إن أن تفرض علينا التراويح وكانت مفروضة علينا تكون يعني مشقة كبيرة على بعض الناس. ففيما بعد سيدنا عمر ابن الخطاب في خلافته أعاد تنظيمها، كان الناس يصلون فرادى ويصلون جماعات ويكثر اللغط في المسجد والأصوات تتعالى، فسيدنا عمر دار التنظيم وأعاد نظام التراويح بالطريقة اللي تصلوا بها الآن في العالم الإسلامي. طبعا في ذلك الزمن استنكر على سيدنا عمر، بعض الصحابة استنكروا عليه لماذا قمت بعمل لم يقم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم بل قام به النبي، قام به، لكن توقف عن القيام به مخافة أن تفرض على الأمة. أما الآن وقد انتقل سيدنا النبي إلى الرفيق الأعلى فلا خوف ولا ضير، فالآن نحن لا نخاف أن تفرض علينا، فنظمها وصارت هكذا، فهي تطوعية فيها فضل عظيم، إنسان إذا أداها له أجر وثواب عظيم. من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا نعمة كبيرة، مغفرة الذنوب شيء كبير، أن يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، وهذا الفضل لا يعطى إلا لمن، للحجاج. الحجاج لما يسافرون إلى البقاع المقدسة ويمكثون هناك أسابيع ويكونوا في الإحرام وينفقون أموال طائلة في مناسك الحج، مصاريف كثيرة، ويتعرضون للغربة عن العائلة والأولاد والوطن، يعني مشقة كبيرة، باش في الختام يفوز بهذه النتيجة أن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه النتيجة هذه ربنا عز وجل أيضا أعطاها للصائمين وأعطاها للقائمين، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه السيدة هي مسنة، هو أصلا النساء يعني هو غير ملزمات كالرجال بحضور المساجد، النساء هما عمل تطوعي، إذا أردت المرأة أن تصلي في المسجد فلها ذلك، ولا تمنع إماء الله مساجد الله، وإن كانت صلاة المرأة في بيتها كان أفضل، وصلاتها في مخدعها كان أفضل، صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها كما ورد في الحديث. فالمرأة هي غير ملزمة، ولكن اللي بغي يحضر المساجد ويأخذ دعوات المسلمين ويتبرك بهذه المشاهد النور، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تمنع إماء الله مساجد الله. ولك الإنسان مسن وكان مريض، فعدنا القاعدة العامة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن مع هذا كنقول هذه المرأة وحييها، هذه المرأة عندها الرغبة وعند الإيمان وبغى تفوز، حياة الدنيا قصيرة، غدا سوف تنقضي ولا يبقى إلا ما في صحيفتك من أعمال. هذه المرأة أنا أقول لها هنيئا لك، هنيئا لك، رغم أنها كبيرة السن ما تحضر، عارفة اش كدير، عارفة بأن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولما توفي أحد الصالحين رآه صديق له في المنام، قال لي يا أبا فلان كيف وجدتم الآخرة، لقاه في المنام وكيف جاوبوا
كتمدى الهواتف بين الصالحين. قال لي الآخرة وجدتها لم ينفعني فيها شيء، كنا كنجريو هنا وهنا وهنا، لم ينفعني فيها شيء إلا ركيعات وسجيدات ودريهمات تصدقت بهم، هذا هو اللي ينفعني، اللي لقيته ينفعني، ركعات لله تعالى أو سجدات أو دراهم معدودات تصدق بها أو درف ذموعا بين يدي مولاه. رحائق أيها الأحباب الكرام، الدنيا قصيرة، غدا ستنتهي. كل يوم كنقوم بدفن أحد الأحبة، كل يوم كنزوروا المقبرة وكندفنوا هذا وكندفنوا هذا، وكنقولوا دائما متى يحين دوري، متى يحين دوري، وإن تأتيكم إلا بغتة. أنت كتخطط وكتفكر المستقبل وبغى تدير مشاريع وبغى تدير واحد الأفاق مستقبلية، ولكن العمر لا يرحم إذا جاءت في أي لحظة. فالإنسان من باب التقوى الاستعداد ليوم الرحيل، وكلما الإنسان دار عمل صالح لا يندم. هذه المرة الكبيرة بغى تصلي، خليها تصلي، خليها تمشي للجامع، خليها تزاحم مع المؤمنات، خليها تأخذ بلاصتها، خلي ربي عز وجل يباهي بها الملائكة رغم تعبها وشقائها، لها الأجر، لها التواب، ذاك الشيء اللي غينفعها يوم الرحيل. اللهم تعالى يختمنا ولكم الحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات. اللحظة نتحول من تونات إلى أين؟ إلى مراكش. معنا للا خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا متخيل شحال فرحانة. الله يفرحك بدخول الجنة الشريفة. أنا فرحانة بزاف. الله ينورك بنور الله. وله كنت باقة صغيرة وكنتسنى كبير كنسمع كلمات ديالك. ودابا كنعيط وكنقول يا ربي شد لي الخط يا ربي، كنتمنى من عند الله. وفي هذا اليوم المعظم وأنا فرحانة. لا إله إلا الله. الله يخلي لك وليداتك، الله يرحمنا الربات. اللهم أمين يا رب، بارك الله فيك يا رب، تخليك لينا نور. استغفر الله. وله ما تخيلش، وحا نقول قاعدك الشي اللي عندي ما تخيلش حركة فرحنا. الله يفرحك بدخول الفردوس الأعلى. الله يطول عمرك. الله يخليك لينا نور. أنا كنحس كنفرح من اللي كنت معك وحق الله. بارك الله فيك للا. خفت لي يقطع لي الخط ونسولك واحد السؤال. الله يرحم لك الوالد. مرحبا شريفة. مرحبا. أنا درت النقاب. تبارك الله، هنيئا. والزوج ديالي يعني قال لي لا ما تديريش على قبل الحال العائلة وداك الشيء. أيه فهمتي. ومني درتو قال لي لا على قبل خوته وعائلته. وما قدرت نخسر لي خاطره حيث كانت سمع يعني المرأة لها طاعة زوجها. خفت بنت خفت. لا إله إلا الله. ومني درتو يعني فاش درتو فاش مشيت لدارو ما داك الشيء ريت على عائلتو داك الشيء بقات كنحس بالدم. لا إله إلا الله. ودركا ما عرفتش اشنا هو المشكل. يا لله. الله يحفظك ويرعاك. الله يحفظك ويرعاك. انا فرحان حيت جبت لي الخط لي وانا فرحان. جزاك الله الف خير. جزاك الله الف خير. الله ينورك بنور الله. الله يحفظك لنا. ودع عليا مع وليداتي يا رب. يا رب يحفظهم جميعا. شكرا لك. شكرا لك للا خديجة. حفظك الله ورعاك الله وزادك الله من فضله. أختنا خديجة كتسول على واحد السؤال اللي هو شيئا ما حساس وبعض الناس ما كيبغوش يتكلموا فيه رغم أنه من الشريعة الإسلامية ومن أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع هو حكم الشريعة الإسلامية في الحجاب وفي النقاب. طبعا الحجاب هو شيء فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. كاين فرق هناك بين الحجاب وبالنقاب. العلماء كيتكلموا على الحجاب كيقولوا بانه فرض، ولكن النقاب كيقولوا هو فرض كمال. هناك فرض وجوب وهناك فرض كمال. معنى ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أمر المؤمنات الصالحات أنهم يلبسن
الحجاب، لأنه شريعة الرحمن. الله جل جلاله في كتابه العزيز يقول: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فربنا عز وجل أمر بذلك، أمر بأن المرأة المسلمة أنها تقوم بالتغطية. إذا قرأنا في سورة النور، وتسمى النور لأنها خاصة بالأسرة، خاصة بالعلاقات الزوجية، قال ربنا عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو بني إخوتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا كيتسمى البيان الإلهي في مسألة اللباس. فالخطاب الرباني يتوجه في الأول للمؤمنين ويقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم يتوجه المولى عز وجل للنساء: قل يا محمد وقل للمؤمنات. يخاطب الله المرأة المؤمنة العفيفة الصالحة بماذا يأمرها؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. غض البصر ليس هو أنه يقوم بعدم الرؤية أبدا. لما قال سيدنا لقمان: واغضض من صوتك، ليس معناها أنه لن يتكلم، ولكن يحافظ على نبرة الصوتية وأن لا يبالغ وأن لا يتعالى، يعني يضبط. هذا هو معنى غض البصر، ليس هو عدم الرؤية تماما، وإنما إذا شفت شي مظهر اللي هو يا غير سليم كتغض البصر، إذا كان المظهر عادي فأنت كتشوف عادي. ويحفظن فروجهم، الغاية بعد الغض البصر أن الإنسان يحفظ الفرج، لأن البصر إذا أطلقه العبد سوف يؤدي به إلى الوقوع في الخطيئة. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فخطيئة. لهذا ربنا أمرنا بحفظ الفرج. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: الوجه والكفين. قال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار أن تضرب على الجيب. ما هو الجيوب؟ كان من عادات العرب أن المرأة اللي كتكون جميلة ومليحة كيكون عندها صدر متقدم، وكتكون الفتحة ديال الصدر ديالها بين التدي ديالها تكشف عنها. بحال دابا الموضة المعاصرة، عارفين ديال الأزياء راهم كيخططوا على حسب الرغبة الجنسية، أنهم كيديروا واحد الفصالة تبين محاسن المرأة. العرب أيام زمان كان عندهم هذا النوع في الفصالة والخياطة، فكانوا المرأة ملي كتلبس اللباس تكشف عن نحرها وعن مقدمة صدرها، يعني الفتحة ما بين الصدر ديال التدي ديالها. فأمر الله تعالى بإخفائها: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. حتى الآن كاين النساء عفيفات، وخا ماشي متدينات، كتلقى عفيفات وكتلقاها تستحي انها تكشف عن هذه المحاسن، تعلم بان الرجال ينظرون اليها وهذا يؤثر على الرجال. الى ان قال تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لمن ذكر: بعولتهن، ابائهن، اباء بعولتهن، ابنائهن، ابناء بعولتهن، اخوانهن، بني اخوانهن، بني اخواتهن. ثم قال التابعين غير اولي الاربه من الرجال. ذاك الرجل اللي كيكون مخنث ما عندوش الرغبه الجنسيه كيتسمى خنثى مشكل، يعني ليس ذكر ولا انثى، ما عندوش الرغبه. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني اللي بقي مازال طفل صغير 7 سنوات 8 سنوات. ثم جاء الأمر الإلهي في الختام: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم. يعني أن المشي ديال المرأة يكون معتدل،
وكان العرب ايضا عندهم ما يسمى بالخلخال، عندهم بالخلخال في الاقدام ديالهم، النساء المراه المليحه كيعرفوها بالخلخال، وكاين اشعار واغاني كثيره عن الخلخال، وهذا كله مما يثير رغبه الرجال. واليوم في العصر ديالنا ايضا عندنا الموضه الجديده، عندهم الكعب العالي، المراه عندها الكعب لوطالون، الكعب الغالي، كتبان بان راها انها طريقه المشي او طريقه ذا اثاره. الله تعالى خالقنا قال ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، امرنا بعدم فعل هذا. ثم في الاول الله تعالى وجه الخطاب لسيدنا النبي، الخطاب الاول في الحكم ديال الحجاب كان موجها لسيدنا النبي، فقال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. السياق ديال الايه ربي في الاول نادى على 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 النبي باش يفرض على الازواج ديالو. بعض الناس كيقولوا هذا خاص بالنبي، لماذا؟ لا هو غير خاص بالنبي، هو شامل لكل الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كيبقى في القمه. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، سيدنا النبي كان عنده اربع بنات، ثم قال ونساء المؤمنين، قال لهم يدنين عليهن من جلابيبهن، كتلبس الجلابه ديالها، الجلباب، الجلباب هو لباس ساتر لا يصف ولا يشف. الغايه ما هو؟ ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، كتكون محترمه. ثم ربنا سبحانه وتعالى غادي يعطي مجموعه ديال التوجيهات للمراه، ماشي كل النساء، كاين النساء اللي هما كبيره في السن عندهم احكام خاصه. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. القواعد من النساء يعني المرأة اللي مشات لها الحيض يعني بعد الخمسين أو الخمسة والخمسين، يقول لك هذه المرأة من القواعد هي كبرت، أو فاتت الستين أو السبعين، يعني كل واحدة حسب السن ديالها. قال التي لا يرجون نكاحا، يعني المرأة التي لم يعد فيها الرغبة، امرأة كبرات لم يعد فيها الرغبة، فات 60 70 سنة ولات يعني عافنا الناس أنها لن تنجب ولن تكون حياة زوجية طبيعية، فربي عز وجل قال لك ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني هادو عندهم حكم خاص، هادو بحال الأطفال الصغار، بحال الفتيات الصغيرات إذا كانت عرضت على شعرها وعلى يديها لا جناح عليها، ولكن قال ربي عز وجل بعدها وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. وهذا الموضوع هو كبير وعريض، غير اللي بغيت ننبه ليه هو أن الحجاب هذا فرض شرعي فرضه الله تعالى، لكن النقاب هل هو فرض أم لا؟ العلماء قالوا بأنه هو شرط كمال، شرط كمال النقاب. النقاب هو مفروض على من؟ على النساء اللي هما كيباشروا الرجال. المرأة عندها واحد اللقاء مع الرجال بحال أمنا عائشة رضي الله عنها كانت كدير النقاب، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، كان اللون ديالها في واحد السموريه حمريه، قال لنا خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، لان امنا عائشه كانت فقيهه، فكانت تلتقي بالرجال، كتلتقي بالرجال وعندها حوارات وعندها لقاءات كثيره جدا، كانت مشاركه امنا عائشه، فكانت كدير النقاب لانها عندها مباشره مع الرجال، فخص لابد تمنع البصر ديالهم. العلماء قالوا بان المرأة اللي كتخالط الرجال كتمشي للأسواق بيع وشراية، كاين المرأة البيع والشراية اللي عندها شي صنعة، عندها شي حرفة، كذا أستاذة، عندها علاقة مع الرجال مباشرة، فكدير خصوصا إذا كانت مرأة مليحة. كاين تكون بعض المرات إذا كانت مرأة، كاين بعض النساء اللي عندهم واحد الملاحة في الوجوه ديالهم، إذا بقات تتعامل مع الرجال غادي يبقاو غير ينظروا لها، وهذا معروف حتى في عالم السياسة. يعني شفنا في عالم السياسة الإدارة الأمريكية والإدارة الروسية ملي تلاقوا بعضياتهم غادي يكون الرئيس الروسي ذكي جدا، غادي يعرف نقطة الضعف ديال الرئيس الأمريكي وغيجيب معه واحد المترجمة اللي هي فتاة غاية في الجمال
وملي غيبقاو يتكلموا بعضياتهم هي كترجم من الروسية الأمريكية، ولكن كتلعب على المشاعر ديال الرئيس الأمريكي، وخلى الرئيس الروسي يكتسب واحد المجموعة ديال المكاسب باللعبة ديال هذه المرأة اللي هي حسناء. فكل المرأة الحسناء جدا إذا كانوا الرجال يتكلمون أمامها قد يعجبون وقد يقع لهم ما يقع. فلهذا ربنا عز وجل أمر المرأة بالحجاب، والفقهاء قالوا إذا كانت المرأة جميلة وتباشر الرجال دير النقاب. فالنقاب وليس فرض، وهو يقول العلماء شرط كمال، بحال قلتي نافلة، بحال ما كنقولوا مثلا العشاء فريضة والشفع والوتر سنة مؤكدة، يعني بحال غدير واحد النافلة بعد الفريضة. فالمرأة إذا بغات دير النقاب لا أحد يمنعها، هذه حرية شخصية. الآن في أوروبا وأمريكا النساء كيبغوا التبرج، كيبغوا يلبسوا لباس مكشوفة، كيقول لك أنا حرة، أنا كنأمن بالحرية الفردية، حتى اللي بغات دير النقاب هي حرية فردية. لكن غير واحد تعقيب بسيط، وهي أن النقاب للأسف في السنوات الأخيرة ارتبط بأحداث ديال الإرهاب والأحداث ديال العنف والأحداث ديال الخداع، فالناس ولاو كيروجوا ليه واحد مخاوف. فلالة خديجة الزوج ديالك الآن هو ملي قال لك اكتفي غير بالحجاب بلا نقاب، هو عنده مبررات ديالو، يعني له ذلك. والمرأة خصها تسمع من الزوج ديالها، ربما يخاف أن هذا النقاب ربما عنده تداعيات أمنية، ما كانت كتعرفون مشكلة السلفية الجهادية والاعتقالات والانفجارات والحركة الإرهابية، ولات المسألة مختلطة. فالإنسان هو زوجك ربما أراد لك السلامة والعافية. ثم المجتمع لا يرحم، المجتمع كيبقى دائما عنده واحد النزعة ديال النقد، إلى لقاو شي مرة درت شي عيب ما كينتبهوا ليها، ولكن لكات منقبة ودات واحد العيب صغير كينظروا لها واحد نظرة كبيرة، وكيبقى القيل والقال. لعل زوجك من هذا الباب بغى يحفظ الكرامة ديالو، بغى يحفظ السلامة ديالو، فالأفضل أنك تستمعين لأمر زوجك وخليك هكا بالحجاب العادي اللي هو مستور، والله سبحانه وتعالى غادي يجازيك بشرط الكمال كأنك فعلتي فعلا. المجتمع ديالنا تغير، ولات فيه اعتبارات كثيرة، بعضها سياسي، بعضها أمني، بعضها تقاليد ديال المجتمع. فالإنسان كيحاول أنه لا يصطدم، الاصطدامات كثيرة، لأن الاصطدامات غتضيع عليك الوقت. حنا ما مسالينش، حنا عمرنا قصير، غدا غنودعوا، خصنا لابد العمر ديالنا نملؤه بالعبادة بالطاعة وبالأعمال الصالحة وبالأعمال اللي فيها النفع للبشر، ونزيدوا القدام. أما غيبقى واحد يقول لي هذه مشروعة ماشي مشروعة، وغنبقى أنا ويا في جدال وفي كذا، غنضيع الوقت. يعني كنتفادى هذا الأمر، هذا كان بحال قلتي أتراجع خطوة إلى الوراء لكي أتقدم عشرة إلى الأمام. لي وفرض لالة خديجة هو الحجاب اللي ذكرنا، اللي قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، الوجه والكفان. وفي السنة النبوية عدد أحاديث كثيرة جاءت في معرض مواضيع مختلفة، والراوي يحكي لنا بأن المرأة لم تكن محتجبة. منها مثلا على سبيل الذكر، النساء ديال مكة المكرمة معروفات أنهم كانوا نساء خاضعات، نساء يعني مطوعات، تقاليد وعادات عرفية. النساء ديال المدينة المنورة كانوا نساء يعني هما عندهم واحد النوع من الجرأة، نساء جريئات، وعندهم واحد المرأة كتعاند مع الزوج ديالها وتحاور معاه، بعكس نساء ديال مكة. وبين مكة والمدينة واحد المسافة طويلة، بحال 500 كيلومتر، بحال قلتي من الدار البيضاء لأكادير. لكن لما وقعت الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، غيختلطوا هاد النساء، غيختلطوا ديال مكة مع ديال المدينة، وغادي يوقع واحد النوع ديال التقاليد والعادات غتدوب بعضياتها، وغيتعادوا النساء ديال مكة غيتعادوا من النساء ديال المدينة. غتعود المرأة حتى هي جريئة، حتى هي كترفع الصوت ديالها في حضرة زوجها، حتى هي كتقول لله ما يمكنش لك دير كذا ودير كذا. وبلغ ذلك واحد المبلغ كبير، حتى سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان مهاب الجانب، الزوجة ديالو قال لها: تبدلتي عليا، كنتي درويشة وكنتي طيبة في مكة، ملي هاجرنا للمدينة تبدلتي عليا. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم غتجي شكايات، خصوصا في رمضان، راه بسببها نزل قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث
إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن. هذه نزلت في سيدنا عمر في صراع مع زوجته. المهم هو أن سيدنا النبي بدأ تجي الشكايات شكايات على الرجال ضد النساء، هذاك يشتكي هذاك يشتكي. فلما كان رمضان في مثل هذا الشهر الفضيل وانتهى وجاء عيد الفطر السعيد وكان سيدنا النبي يجتمع مع الصحابة في مصلى العيد أمر الرجال وحتى النساء والأطفال والحيض كل شيء يحضر في مصلى العيد. جاءوا الرجال كيسلموا على النبي الكريم بحال أمير المؤمنين ملي كيصلي صلاة العيد، كيجي الوفود كيسلموا عليه. سيدنا النبي أيضا هكذا بعد الصلاة كيجيو الوفود تاع القبائل كيسلموا عليه الرجال، ومتم جي النساء يسلموا عليه، وطبعا ما كيصافحوش غير كيباركون له. فلما رأى من بينهم واحد الفئة ديال النساء اللي تاع الصحابة اللي كانوا جريئات وتوصل بشكايات ضدهم، نظر إليهم وقال يا معشر النساء يا معشر النساء تصدقنا تصدقنا فإني قد أريتكن أكثر أهل جهنم. هذا كلام صعب، هذا كلام ربما كيسمعوه النساء أخواتنا في المنظمات النسائية المناضلة ما كيقبلوش، ولكن حديث صحيح في 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 في, في الجامع ديال الإمام البخاري وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، أبى من أبى ورفض من رفض. فسيدنا النبي لما قال هذا الكلام واحد المرأة غتنتفض من دوك النساء اللي هما في المدينة اللي هما جريئات وحارات، قال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر جهنم. فقالت قالت يا رسول الله لما لما يا رسول الله، ورفعت يديها حتى سمع قرقعة دمالجها ديال الدمالج في اليد ديالها، ورفعت يديها الفوق وتسمع القرقعة القرقعة ديال الدمالج. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أطرق إلى الأرض، شاف فيها واحد شوفة ثم غير عينيه. هذا العلماء يقول لك الراوي يقول بأن المرأة كانت سعفاء الخدين، هذا الشاهد عندنا سعفاء الخدين بمعنى أنها لم تكن تضع نقابا، هذه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنوات الأخيرة من عهد نزول الوحي هذه المرأة لم تكن منقبة في حضرة النبي. وقال الراوي قامت امرأة سعفاء الخدين يعني خديها تميلان إلى الحمراء، وصفها وفوقها استنبطوا منها دليل أنها لم تكن منقبة. ثم هذه المرأة صوتها النبي لم يستنكر، رفعت الصوت ديالها لما قال ربي عز وجل ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الخضوع بالقول هو المرأة اللي كتقتلين الكلام ديالها وكتزينه باش تغري الرجل، أما لتكلمة دورية لا مانع، صوت المرأة ليس بعورة. هذه المرأة تكلمت في حضرة النبي وقتله لما تساءلت علاش حنايا النساء أكثر أهل جهنم علاش. نظر إليها، هنا قالوا العلماء الرجل النظرة الأولى لك، يعني كتشوف المرأة المرة الأولى إذا شعرت بأنك تنظر إليها بإعجاب عليك أن تغض الطرف. نظر إليها ثم أطرق إلى الأرض فقال لها، قال لها الوصية، قال السبب أنكم يا معشر النساء هو أنكم تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، أن واحد الفئة دي النساء يكثرن اللعن، كتعود دغيا كتخاصم وكتسب، وكيقصد كيقصد ماشي كل النساء، كيقصد النساء اللي كانوا في المدينة اللي هما توصل منهم بشكايات، اللي هما أداوا الصحابة ديولو، الصحابة ديولو كانوا كيكونوا معاه في أعمال جهادية وأعمال فقهية وعلمية، وشي صحابي كيجي عندهم غير كيقول له مالك، كيقول لي راه الزوجة ديالي دات لي كذا وكذا وكذا. فسيدنا النبي ملي كثر عليه الشكايات كيتكلم على هذه الفئة، وطبعا الكلام ينطبق على كل من في هذه الصفة، قال لهم تكثرن اللعن كتبقوا تسبوا وتشتموا وتكفرن العشير. هي تقول للمرأة ما معنى كفران العشير يا رسول الله؟ قال تضع إحداكن خير بعلها على ظهر كفها، كتوضع كاع العمل الصالح لقلبه الزوج ديالها كتوضعه في الكف ديالها، كتقولي أجدرتي ليا فين عمرك أنت وكلتيني وشربتيني، أنا صابرة معك 20 عام هذه صابرة معك وأنت يا أجدرتي، رغم هو ديك 20 عام حرق الأعصاب ديالو واشتعل رأسه شيبة وجاء السكر والطنسيون لأنه كان كيبدع باش يهيئ العائلة ديالو حياة رغيدة، فإذا به يفاجأ بأنه لم يفعل شيء. هذا هو هذا سيناريو طبعا ليس للعموم، وهو حالات
لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة يتكلم على اعتبار أنه نبي مرسل، ومرة يتكلم على أنه قاضي. فالأحاديث النبوية إذا كان النبي كان قاضي كان عارف واش الكلام دياله هذا ليس عاما، لأنه سمع من هذا وسمع من هذا وأجاب. بحال ديك الصحابية قتل إن أبا سفيان رجل شحيح ما كينفقش عليا، أش غندير معه؟ قال لها خذي من ماله ما يكفيك وأولادك بالمعروف، مدي يدك وخذي من المال دياله ولكن بالمعروف. هنا العلماء قال لك واش هذا حديث عام يشمل جميع الرجال البخلاء ولا، لأن سيدنا النبي هنا كان قاضيا سمع من هذا وسمع من هذا فأفتى بما يناسب الواقعة. وهذه الأمور هي مرتبطة بالحياة العائلية، ونطلب الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع. لالا خديجة إذا سمعت من زوجك كان أفضل، غتفاداي بزاف ديال الأشياء. ركزي على العبادات من تلاوة القرآن والتفقه في الدين والإكثار من الأذكار، شاركي مع الأخوات الصالحات في عمل جمعوي تربوي مع الأيتام مع الفقراء مع الإصلاح ذات البين، وابتعدي عن أمور الشبهة اللي الناس اعتبروا النقاب وشبه في زماننا هذا، وعنده هواجس أمنية، ودائما صاحبة النقاب كتكون دائما متبوعة، ودائما أي زلة وقعت فيها إلا وكيشدوا عليها هذيك الزلة. فتفادي كل هذا، خليك مع الناس، وربي عز وجل راه عارف ما في قلبك، والواجب هو الحجاب اللي هو فرض من عند الله تعالى. بارك الله فيك وأصلحك الله تعالى، وجعلك يوم القيامة مع نساء النبي المصطفى، مع أمنا خديجة بنت خويلد، ومع أمنا حفصة بنت عمر، ومع أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق، ومع السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا ربي يا كريم. نواصل أيها الكرام، والآن نتحول من مراكش إلى إقليم سطات. معنا السي محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عم الحاج طيب كريبان، حياك الله وبياك وحفظك الله، وتحية ليك والخويا سامي وكل طاقم برنامج كلام طيب. وبالفعل يعني اسم على مسمى، وكنشكرك بزاف سيد الحاج على النصائح اللي كتعطينا، وتبارك الله ما شاء الله عليك، إنسان خلوق جدا، وأنا كنكون سعيد بالتواصل معك سيد الحاج وبالاستماع لك. بارك الله في سيد محمد، وحنا أسعد باللقاء معك مولاي. الله يطول عمرك، ونتمنى لك عواشر مبروكة إن شاء الله، والله يجعل ربي يحفظك لا يخطيك يا رب. شكر الله لكم. سيد الحاج أنا كنشكرك بزاف صراحة، كنشكرك على القلب ديالك الطيب كما قلت لك، وكنشكرك على الإنسانية اللي كتميز بها، وكنشكر كاع الطاقم اللي كيشتغل في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة ميد راديو، الإذاعة اللي خدات على عاتقها أنها تكون إذاعة قريبة من المغاربة منذ انطلاقتها في 2009 وفات بالوعد ديالها، وأنا تنقولها دائما لأني عارف شنو تنقول. تبارك الله، برامج في المستوى، وهذه الإذاعة أنها تستحق تكون دائما في المرتبة الأولى وتكون في الصدارة، فالله يجعل ربي يوفقكم إن شاء الله لما فيه الخير. سيد الحاج أنا عندي غير بعد الأسئلة صادوق الأسئلة، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفق الإخوان ديالنا، والله يجعل ربي يخفف عليهم هم الإخوان ديالنا في غزة، وما يتعرض ولا من مشاكل في الحرب هذه، الله يجعل ربي يخفف عليهم إن شاء الله يا رب. لا إله إلا الله، يعني صراحة قلوبنا تدمي اللي كنشوفوا يعني التلفازة وسميتو تنشوفوا المشاكل اللي كتوقع تما، فالقلوب ديالنا ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. المهم أنا عندي بعض الأسئلة سيد الحاج، معلش بغيت نسولك. بغيت نعرف، ما عرفتش واش أنا لافوت فيا ولا ما عرفش، يعني أي حاجة كنديرها ما كتيسر ليش، سواء مشيت الخدمة تنخدم سيمانة ولا جوج، تنتخاصم مع داك السيد اللي مخدمني تنخرج بحالاتي، ما عرفش واش انا الصبر ديالي قليل ولا شي حاجه اخرى، ما عرفش. المهم اي حاجه كنحط فيها يدي ما كتيسرش فيها، ما كتيسرش من عند الله عز وجل، ما عرفتش ما كتيسرش الامور اللي ما كنلقى مشاكل، يعني في اي حاجه في الخدمه مع الاصدقاء، يعني حتى شي حاجه ما كتيسر لي في هذه المساله. والسؤال الثاني على قبل القران، يعني كاين الناس اليوم ما قارينش، وإحنا نعرفوا بأن قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، يعني الإنسان باش يختم القرآن باش يقرأ راه شي حاجة كبيرة، ولكن كاين الناس اللي ما قارينش وتيديروا غير كارت ميموار كتيديروا فيها 60 حزب وداك الشيء وتبقاو يتصنتوا لها، واش عندهم شي أجر في هذا الشيء ولا خاص الإنسان ضروري أنه يقرأ القرآن ماشي يستمع ليه يقرأ؟ هذا الشيء اللي كاين سيد الحاج، هذوما الأسئلة اللي بغيت نسولك، والله يجعل ربي يحفظك إن شاء الله، والله يسر لك الأمور ديالك سيد الحاج وحفظك الله ورحمة. آمين
شكرا لكم، شكرا سيدي محمد، حفظك الله ورعاك الله وأسعدك الله. أخي محمد، هذا المشكل اللي طرحتيه ديال عدم التيسير، وأنك دائما في ممشي أي عمل كتلقى اصطدامات ثم سرعان ما تغادر العمل، واش المشكل فيك أنت ولا في صاحب العمل؟ هو الحياة الدنيا أخي محمد فيها أخذ وعطاء، فيها كر وفر. أحيانا قد يكون العيب فينا، ربما قد يكون الإنسان ربما عنده واحد طبع، خاصة ولد دارهم اللي كان دائما عنده كل شيء موجود، يكون مخنت كنقولوا أنفون غاتي، اللي عنده كل شيء موجود ومعزز مكرم في بيته وكلمته مسموعة بين إخوته، لما يذهب إلى واحد القطاع ديال العمل وكيصطدم مع واحد الرئيس في العمل أو واحد المسؤول، وكيكون ذاك الشخص ربما كيحقر الآخرين أو لسانه سليط أو كثير العيوب أو كنقولوا كيحك الآخر كيحقره، طبيعي جدا أن الآخر اللي هو يعيش واحد التربية ديال المباهاة والعائلة المهلية فيه ما يقبلش هذا الذل والهوان. هذا أمر عنده علاقة بالنظام العام، هذا شيء موجود في الإدارات كلهم. عندي أصدقاء ديالي في تخربين في جميع القطاعات، في الداخلية، في المالية، في التعليم، في القطاع الصحي، في القطاع العسكري، في القطاع الأمني، أصدقاء كثر، وأحيانا كنجلسوا كيبدا يعاودوا لي مشاكلهم. هذا في البيرسونيل، هذا النظام اللي هو انت وزهرك. إذا طحتي في واحد البيرسونيل، الناس اللي هما طيبين، اللي ناس هما متفاهمين فيهم الحياة، راه كتلقى بلاصتك تما وكدير المكانة ديالك وكتنجح ولله الحمد. إلا قدر الله تعالى عليك أن ذاك البيرسون اللي أنت فيه كاين واحد المسؤول، واحد القطاع، واحد الجهة مسؤولة اللي هو أيضا محمل بعقد وكيحب أنه، أنا كعرف شي أصدقاء مرضوا بالسكر، الناس في قطاعات حساسة كيقول لي أنا تصبت بالسكري، علاش أخويا؟ واش عندك نظام غذائي؟ كيقول لك لا، عندي واحد الرئيس في الصباح الباكر كندخل كيبقى يحك فيا وكيبقى يسول على أدق الأشياء وكيبقى يدير كذا وكذا حتى مرت بالسكري، وهذا مسكين غير محظوظ وبغي يخرج من العمل ما يقدرش لان عنده مسؤوليات. بالعكس كاين ناس اخرين كتلقى كيقول لك الحمد لله والشكر لله، جاب لنا الله واحد القطاع ديال البيرسونيل وكانهم صحابه في اخر الزمان، ناس طيبون كيستقبلوك بالابتسامه، الى درتي العمل جيد كيقول لك هنيئا لك يعني كنت موفقه، ولا درتي سيء كيقول لك لو انك فعلت كذا كذا لكان افضل من هذا، وكيعلمك دائما كيقول لك حنا غنديروا التكوين المستمر، دائما التكوين المستمر، ودائما كيحاول ما امكن يخليك تشعر بانك 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 تنتمي لهذه المؤسسه. وبين الفينة والاخرى كيديروا واحد الجلسه عائليه فيها كنشاركوا الطعام بعضياتنا، الجمعه او شي مناسبه سعيده كنشعروا باننا اخوه، وذاك القوي منا ياخذ بيد الضعيف، كيجي وقت الصلاه كنصلوا جماعه، وكل مره كنقدموا واحد هو اللي يصلي بينا، يعني واحد البيرسونيل حلو، واحد البيرسونيل جميل، كلي واحد يدوز 40 عام في واحد القطاع ما لقيت منهم الا الخير، ما لقيت منهم الا الرحمه، وبقى تبارك الله وجهه نقي. سولوا واحد السيد قال له تبارك الله دابا انت كبرتي في السن وباقي عندك الشباب، يعني ما هو سر شبابك؟ قال لي الحمد لله البيرسونيل اللي معنا في العمل طيبين صلحاء ميسرين، وعشنا دازت 40 عام بسرعه وعمرنا ما مرضنا ولا توترنا ولا تغيرنا. هذه حظوظ كله والحظ ديالو. وقد يكون ايضا سبب اخر من غير المشكل اللي هو يواقع ديال قسم الموظفين، كاين سبب اخر، كاين اللي الله يسترنا ويستركم، هو عنده ما يسمى بالتابعه، وهذه حقيقه، كاين اللي متبوع والعياذ بالله، كاين اللي هو غادي واحد تابعه خلفه فين ما كيمشي يدير شي حاجه كتسبقه كتخسر ليه المغال وكتخسر العلاقه مع الاخرين. والتابعه هي فعلا روح خبيثه بحال الصرع او المس اللي كيصيب النساء، عندهم النساء كيسموهم المس العاشق، والاطفال الصغار كتصيبهم ام الصبيان. كاين الشباب اللي عنده ما يسمى بالتابعه، كتبع هي كتبع الشباب، لان يعني كل واحد عنده النصيب ديالو. البنت اللي باقا ما مزوجاش وجميله كيجيها ما يسمى بالجني العاشق، كيخليها ما تزوجش اللي قرب منها، كتوقع الفوضى وكيوقع الانفصال، هذا الجني العاشق. وكاين الاطفال الصغار اللي كيبقاو يبكيو بالليل وبالنهار، هادو عندهم ام الصبيان. وكاين الشباب اللي عندهم ما يسمى بالتابعه، هي روح خبيثه، انت
خبيثة الدور ديالها كتسبق الإنسان وكتحول ما أمكن أنها تخلق لي دائما الأزمة، حتى هو كان مأزم غيدخل يكتئب ويدخل الدار ديالو غيسد عليه، وديك الساعة هي غتلقاه، ديك الساعة هي غتلقاه موجود وغتلقى فيما بغات. أما إذا كان ناجح في الحياة وكان منشرح وكان مقبل على العمل وغيكون دائما ما لن تستطيع أن تحكمه. هذه التابعة قيل بأن سيدنا سليمان عليه السلام اللي أعطى الله التحكم في الجن، كان عنده الجن الطيارون والغواصون، وكان عنده العفاريت، كان أعطى الله تعالى جميع أنواع الأرواح الخبيثة كان يحكمها سيدنا سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سيدنا سليمان في عهده غادي يلقي القبض على هذا المخلوق التابعة، هي روح خبيثة عند أعوانها وهم كثر أكثر من عدد البشر. قال لها من أنت؟ قالت لي أنا التابعة وهادو أعواني، هادو كلهم كان إحنا الدور ديالنا كان قلبوا على الإنسان اللي كان نحكموه، ومن بعد قالت لي أنا مخربة الديار، أنا مفرقة الجماعات، أنا ماحقة البركة. كتدخل شي عائلة مجموعة والناس فرحانين، كتقصد هي شي واحد ضعيف وكتوخزو وكتوسوس ليه، وداك الضعيف كينوض الفوضى. أنا حضرت ياما حضرت في عائلات كتلقى نهار الجنازة الناس كيبكيو على الميت وكيذكروا الله تعالى الفقهاء وكيدعيوا ليه بالرحمة، كينوض واحد منهم كيقول لك أنا بغيت حقي دابا في الورد، والو دابا في الورد، أودي الله يهديك يلا دفن السيد البارح، يقول لك لا انا حقي دابا انا فقير وخصني وعندي الكلى وعندي الماء والضوء، انتم خدامين انتم عندكم كذا، وكتنوض واحد الفوضى كبيره. هذا في جنازه، واحيانا كتكون في عرس، ناس في عرس فرحانين كيضحكوا ولعبوا، شي واحد كينوض ديك الساعه وكي كتحضر ديك الروح الخبيثه، شي واحد فيه الغيره مراتي شفتي فيها انت عندك واحد النظره غير بريئه وكتنوض فوضى وكتعود وكيعود واحد النوع، هذه كتسمى مفرقه الاحباب الدور ديالها. وكاين محقه البركه، محقه البركه انسان كيبقى يخدم ويعاود يخدم ويعاود يخدم والفلوس ما كيتجمعوش ليه، بل قد تسرق عند اعوان ديالها يسرقون. شحال ديال الناس واحد كنعرفو تاجر كبير عنده بيعه وشريه كيحسب وكيلقى الفلوس ديما ناقصين، هما جوج شركه حتى ولا واحد كيشك في الاخر، واقسموا على باليمين المغلظه بانهم ما كيسرقوش لبعضياتهم. من بعد غادي يركبوا الكاميرا، قالوا شو واحد من الناس اللي كيسرق لنا، وعندهم الكرياج وعندهم السيكوريتي، وكركبوا الكاميرا ديال المراقبه وكيلقاو الفلوس ناقصه وكيقولوا ميمكنش كاين سارق ولكن شكون هو. داروا جميع الوسائل اللي هي علميه ولكن دائما الفلوس ناقصه. السبب ديالها هاد الروح الخبيثه كاين كتسرق. وفي الصحيح البخاري كيف أن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لما دخل إلى بيت المال وجد رجل غريب يسرق، فأمسك به وقال لأحملنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي لا تفعل أنا فقير عندي عيال وأنا محتاج، فأشفق عليه أبو هريرة وتركه. ولكن في اليوم الموالي لما دخل أبو هريرة إلى بيت المال وجد الرجل أيضا هناك لا يدري كيف دخل وكيسرق، قال لا أحملنك إلى رسول الله، بدك يبكي عليه عاوتاني أنا فقير وعندي عيال وأنا، فقال لي سير الله يسامح. وفي المرة الثالثة قال لي هذه المرة لن أسامحك، مرتين وأنا أعذرك ولكن الثالثة غنحملك إلى رسول الله، قال لي غير خليني وسوف أعلمك شيئا ينفعك. قال شنو أنت صارق أش تعلمني؟ قال لي إذا آويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فتعجب أبو هريرة، قال هذا السارق كيتكلم بواحد الفصاحة واحد البلاغة، والكلام اللي قال كلام عظيم، هذا ماشي كلام شي واحد تافه. قال لي إذا آويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فأطلق سراحه أبو هريرة وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له الواقعة، فقال يا أبا هريرة أو تدري من يكون ذلك الرجل؟ قلت لا، قال إنه شيطان صدقك وهو كذوب. الشاهد عندنا أنه كان يسرق، فهذا التابعة كيدخل لهذه الأمور. فسيدي محمد قد يكون المشكل كما قلنا هو النظام ديال قسم الموظفين الكاركتير ديال بيرسونيل، وكين قد يكون السبب هو أن الإنسان عنده التابعة فعلا. التابعة
ما كتخلي حتى الا كان مزوج كتبقى مع حتى كيطلق، الا كان كيجمع الفلوس عنده مشروع كتبقى تابعه تيدير فشل، الا كان العائله مجموعه كتبقى تابعه تيتخاصموا ويوقع الصراع. فالحل ببساطه اللي ذكروا العلماء هو ان الانسان كيحرص على انه يقرا باستمرار سوره الليل، والليل اذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. اقرأ سورة الليل، اقرأها دوما دوما خصوصا بالليل حتى هي كتنشط بالليل، كلما قرأتها هي تحترق، أنت كتقرأها وهي تحترق، هي تحترق حتى تصير رمادا ثم تدوب وتنمحي وربي غينجيك منها. أخي سيدي محمد، بالنسبة للقرآن الكريم جاوبنا على سؤالك الثاني، القرآن الكريم ربنا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي نعم الاستماع والقراءة كل الحواس هي تتعبد الله بالقرآن، قد يكون القراءة بالصوت تعبد بالقرآن، قد يكون بالاستماع يعني مقرئ يقرأ وأنت تستمع هذه عبادة، قد يكون بالبصر يعني أنك أنت غادي في السيارة أو غادي في الحافلة أو جالس في مكان معين ما بغيتش الصوت يتسمع مثلا قاعة انتظار في شي مكان تقرأ من المصحف أو من التليفون ديالك بعينيك غير بالعينين، هذا كله يسمى تدبر وخشوع. فالقرآن الكريم بأي وسيلة من الوسائل اتبعناها سواء بالصوت عن طريق القراءة والتلاوة وإما بالاستماع وإما بالمتابعة ديال المصحف كل أجر وتواب، خصوصا إذا وقع لك التدبر ووقع لك التأمل وشعرت بأن الله تعالى يخاطب كل له أجر وتواب على قدر نيتك وعلى قدر جهدك. فأسأل الله تعالى ببركة القرآن الكريم أن يحفظك ويشافيك ويعوضك خيرا. أخي محمد بغيتي التعويض، بغيتي ربي عز وجل يعطيك القبول، بغيتي تتابع ما تضر بك، بغيتي ملائكة الرحمن اللي هما مسخرين لفعل الخيرات يكونوا معاك دوما وانت غادي في الطريق هما معاك، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين بحال يحمونك من كل شيء يحفظونه من امر الله له معقبات. هذا الا بغيتي هذا الامر هذا تمشي لاي بلاصه تبغي تدق الباب يتفتح الباب، الناس اللي غتعامل معاهم يحبوك والناس اللي تعامل معاهم هما يكرموك ودائما الخير متدفق عليك. ماذا تفعل؟ أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام، صلي وسلم على خير البرية، دائما أكثر من الصلاة على النبي المختار سترى العجب 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 العجب. اللهم صلي وسلم على محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. أكثر من الصلاة على النبي المختار سترى العجب العجب، فيها القبول وفيها الفتح المبين. ثم بالإضافة إلى الصلاة على النبي المختار غتنقي القلب ديالك من الضغائن، إنسان دائما يحيد أي ضغينة في قلبه يقول عفا الله ما سلف، الناس اللي تخاصموا معايا، الناس اللي أدوني، الناس اللي داولي رزقي، نقول الله يسامح في الدنيا وفي الآخرة، ملي نتلاقى معهم كأنهم ما فعلوا شيء، كنبتسم معهم ونضحك معهم كأن شيئا ما وقع، وكنخلي العوض على الله تعالى. هذا رقم 2 بعد الصلاة على النبي المختار كتجعل القلب ديالك هكذا. ثم الحاجة الثالثة كتكون أنت مادي يديك الخير، ديما أنت مادي يديك الخير، واخا ما عندك والو ما عندك قدرة قولي واخا حتى أنا معكم حتى أنا نساهم أش ندير أمرني علمني ماذا أفعل. دائما كان شي عمل ديال الخير الناس كيتعاونوا عليه أنا داخل معكم فيه، حتى أنا نهز هذه ونحط هذه ونسي اللي علمني ربي نديرو. بهذه الأمور هذه غتشعر بأن الله تعالى يفتح لك أبواب الخير وأبواب العطاء والكرم. واعلم إذا أعطاك الله تعالى أدهشك والله عشنا هذه الأمور مع أحباب كثر روايات وحكايات إن شاء الله إذا أطال الله العمر أحكيها لكم كيف أن أناس من لا شيء صاروا في القمة ببركة الدعاء والعمل الصالح، بلا شواهد علمية، بلا كود بيستون باش يخدم في واحد الوظيفة، يعني بلا ما يوصل عن شي واحد مسؤول يقدم لي طلب استعطافي باش ياخذ بيده، ابدا ابدا ابدا. انسان بسيط فاذا به يفيض عليه الخير، والله كنعرف اناس بسطاء
قرأتهم على قد الحال، وربي أكرمهم بالنية الصادقة. أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم من فضله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تزيل عنا الموانع. اللهم أزل عنا الموانع، اللهم أبعد عنا العكوسات، اللهم ارزقنا القبول، اللهم ارزقنا الفتح الرباني. اللهم بحق قولك إنا فتحنا لك فتحا مبينا، افتح لنا الأبواب المغلقة. اللهم بحق قولك ولسوف يعطيك ربك فترضى، اللهم اعطنا من الخيرات والبركات حتى نرضى. اللهم بحق قولك ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. اللهم ارفع ذكرنا في الأرض والسماء. اللهم واختم لنا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.